خامس حاجة، خامس حاجة بقى تبقى مرتبطة بكورونا. احنا من يوم موضوع كورونا ده ما بدأ وكلها اجتهادات هو بيسبب الوفاة ازاي. فآخر حاجة دلوقتي ورقة بحثية أمريكية ألمانية بريطانية مشتركة بين الثلاثة، قالت ان الكورونا بيقتل ضحاياه مش عن طريق ان هو بيهاجم الرئة بشكل مباشر، لا ده هو بيقتل ضحاياه من خلال تأثيره المباشر على كريات الدم الحمراء مش عن طريق الرئة بشكل مباشر، ومن خلال الكلام ده تغلطات. بالظبط كده. ازاي بقى الكلام ده؟ ان هو الطريقة المفروض احنا عارفين ان كريات الدم الحمراء او الدم هو اللي بينقل الاكسجين لخلايا الجسم وبياخد ثاني اكسيد الكربون للرئة عشان خاطر ان هو الرئة تخرجها برا الجسم. فالدراسة بتقول ان كورونا بيهاجم سلسلة بيتا 1 اللي موجودة في خلايا الدم الحمراء، فبالتالي بيمنع قصة نقل الأكسجين لخلايا الجسم خاصة في الرئة، فده اللي بيسبب الوفاة وبيعمل جلطات وبيعمل القصة دي كلها. المفروض الفيروس كورونا لما بيهاجم بيتا 1 بيسحب بروتين الهيموجلوبين اللي هو وبالتالي بيقلل التمثيل الغذائي لبروتين الدم، فبيسبب نقص الأكسجين في الخلايا نفسها. ده طبعا غير مفاهيم كتير جدا. دلوقتي برضو حاجة زي كده بتخلينا كمان الناس اللي عندهم مشاكل في الأنيميا أو نقص الهيموجلوبين لازم الأيام دي يراعوا من القصة دي، ياخدوا حاجات فيها لاكتوفيرين اللي هو بيزود امتصاص الحديد من خلال المأكولات اللي بناكلها أو من خلال المكملات الغذائية اللي بناخدها. فبنصح أي حد عنده مشكلة في صورة الدم بتاعته، حد عنده أنيميا، حد عنده ضعف في كريات الدم الحمراء بتاعته، أي حاجة في الأنيميا يعني، ياخد أي مستحضر يحتوي على مادة اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين هام جدا لأي حد عنده نقص في الهيموجلوبين، عشان احنا عايزين تقوية للدم أكتر، مع بالإضافة للحاجات اللي قلناها الزنك وفيتامين سي وفيتامين د، يزود معهم كمان اللاكتوفيرين عشان يزود جودة كريات الدم الحمراء بتاعته. حلو جدا.